السلطنة العثمانية سلطنة امتلعت كل دول المشرق العربي وجزءا كبيرا من أوروبا. لا شيء يقف أمام جيوش الإنكشاريين. سقوط المدن واحتلالها ليس أكثر من مسافة وقت. دول أفريقيا العربية تتهاوى تباعا تحت سيوف العثمانيين، وذلك منذ مطلع القرن السادس عشر للميلاد. وكانت الجزائر أولى هذه الدول عام 1516، فمصر وليبيا وأخيرا تونس. الرغبة اللحوحة لإتمام السيطرة على الشمال الإفريقي لا يشبعها إلا غزو المغرب الأقصى، لكن عام 1558 حمل النبأ الصاعقة للسطر الأعظم وسلطانه بالأستانة، فجيش العثمانيين الجرار سحق بسيوف الأشراف السعديين في معركة وادي اللبن التي أجهضت أي حلم للعثمانيين باحتلال المغرب، لتبقى الدولة العربية الوحيدة التي لفظت العثمانيين وتكسر جيشهم على أسوارها. فالاغتيال سلطان المغرب أحبط السعديين، ولا الأسلحة المتطورة والجنود المتمرسون والجحافل الجرارة أخافت المغاربة. فكيف أسهم الدهاء السياسي والعسكري لسلاطين المغرب في الحفاظ على استقلاله عن الإمبراطورية العثمانية؟ وماذا فعل جيش المغاربة ليسحق جيش القوى العظمى حينها؟ السعديون وبنو الطاس. بدأت حكاية عصيان أشراف السعديين للعثمانيين عام 1550 عندما هاجم السلطان أبو عبد الله محمد الشيخ مدينة فاس وطرد منها بني وطاس الذين قبلوا التبعية للعثمانيين وخطبوا باسم السلطان العثماني سليمان القانوني فوق منابرها. قبل أن يتوجه أبو عبد الله الشيخ إلى الجزائر عازما على طرد العثمانيين منها، فحاصر تلمسان وكان له دخولها عام 1551 بعد أن حاصرها 9 أشهر ونفي الترك عنها وانتشر حكمه حتى وادي شلف، إلا أن نكر العثمانيين عليه بالتزامن مع هجمات الأوروبيين جعله يعود بجيوشه إلى مقره بفاس ليركز جهوده على الدفاع عن المغرب أمام الهجوم العثماني من جهة والإسباني والبرتغالي من جهة أخرى. اغتيال الشيخ. تجمع مصادر التاريخ أن أبي عبد الله الشيخ كان كارها للعثمانيين حتى رأى فيهم خطرا على العرب أينما حلوا، وهو ما تجلى في قوله بحسب المؤرخين: لا بد لي أن أغزو مصر وأخرج الترك من أحجارها. وكان يطلق لسانه في السلطان سليمان القانوني ويسميه بسلطان الحواتة أي القوارب، لأن الترك كانوا أصحاب أساطيل وسفر في البحر. العداء الكامل بين الشيخ السعدي والقانوني لم يمنع هذا الأخير من الانقلاب على حلفائه بني وطاس وإرسال كتاب إلى أبي عبد الله الشيخ يهنئه بالملك ويطلب منه الدعاء عليه على منابر المغرب ويكتب اسمه على السكة كما كان يفعل بني وطاس. فكان جواب سلطان المغرب السعدي ببضع كلمات: لا جواب لك عندي حتى أكون لمصر إن شاء الله، وحينئذ اكتب لسلطان القوارب. رد فعل السلطان القانوني لم يكن كما كان متوقعا بإرسال الفيالق والجنود، بل أخذ بنصيحة صدره الأعظم الذي أشار عليه باغتيال أبي عبد الله الشيخ، فأرسل له جماعة من 12 قاتلا محترفا لاغتياله مقابل 12,000 دينار مع رشوة صالح الكاهية، وهو قائد تركي انضم للسلطان السعدي بعد هزيمة بني وطاس. ولما وصلت سارية الاغتيال ادعت أنها تستجير بالسلطان، فأجارها أبا عبد الله الشيخ وأمر لكل فارس بالخيل والسلاح، وظلوا يدخلون عليه كل صباح يقبلون يده حتى اختلوا بالسلطان السعدي بجبل درن في غفلة من حراسه، فدقوا عنقه وحملوا رأسه إلى السلطان القانوني الذي علقه فوق باب قلعة القسطنطينية وادي اللبن. ما إن تخلص العثمانيون من السلطان السعدي الكبير حتى بدأوا بتجهيزات لغزو المغرب وإلحاقه بالسلطنة العثمانية، فيما لم يرفع الأشراف السعديون راية الاستسلام، بل بايعوا السلطان المغدور الشريف أبو محمد عبد الله الغالب الذي واصل نهج والده بتقوية جبهته الداخلية وحشد قوته العسكرية، مصرا على التصدي للعثمانيين مع رفض بيعة السلطان سليمان القانوني الذي أرسل جيشه في مارس من عام 1558 لغزو المغرب.
حيث عبر الجيش الانكشاريين البحر المتوسط إلى الجزائر، فنزلت القوات بجزيرة باديس لتزحف عبر الجزائر بطريقها لفاس، وعلى رأسها حسن خير الدين باشا بن خير الدين بربروسا. بينما في المغرب كان السلطان الجديد ابن محمد الشيخ قد انتهى من تجهيز جيشه وخرج على رأسه نحو الشمال قبل أن تنضم له قبائل مغربية رافضة دخول العثمانيين. وفي منطقة تيسا شمال مدينة فاس قرب وادي اللبن التقى الجيشين، الجيش السعدي ذو الإمكانيات التقليدية البدائية بالجيش العثماني الجرار المدجج بأحدث الأسلحة. كانت صدمة سليمان القانوني بالانتصار الساحق للجيش السعدي قبل أن تنسحب فلول الجيش التركي إلى جزيرة باديس، ومنها عادت أدراجها إلى القسطنطينية لينتهي حلم العثمانيين نهائيا في ضم المغرب إلى إمبراطوريتهم. برأيك لماذا بقيت المغرب عصية على العثمانيين في أوج قوة السلطنة؟